رقم جديد وقفزة ذهبية كبيرة تسطر بأحرف من نور الإنجازات الكويتية. يوسف القلاف وبالخط العريض أول كويتي في تاريخ الإدارة العامة للإطفاء ينضم لمجموعة عرين أسود الإطفاء ويصبح ضمن مجموعة أفضل رجال إطفاء بالعالم ببطولة التحدي والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا في نهائيات بطولة العالم للنخبة. وبكل فخر تداول النشطاء وسائل التواصل الاجتماعي صورا ولقطات فيديو للبطل العالمي لحظة تكريمه، مهنئين البطل بأجمل العبارات وكلمات الشكر والدعم، متمنين له مزيدا من النجاح والإنجازات الكويتية المشرفة. وانا حالف اذا قالوا